بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. يواصل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بيان طريقة الضالين الذين يلقبون أهل الحديث بالحشوية، وأنهم أولى الناس بهذا اللقب المذموم. فيقول رحمه الله: ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره حيث أنكروا الإنزال على البشر، ذكر المتشبهين به أي بالنبي المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثة. فإن المماثل له إما أن يقول إن الله أوحى إلي، أو يقول أوحي إلي وألقي إلي وقيل لي، ولا يسمي القائل، أو يضيف ذلك إلى نفسه ويذكر أنه هو المنشئ له. ووجه الحصر إما أن يذكر الفاعل أو يحذفه، وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول نفسه، فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه، وما جعله من كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى الله وفيما حذف فاعله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيا من الله ولم يسمي الموحي، فإنهما جنس واحد في ادعاء جنس الإنباء، وجعل الآخر في حيز الذي ادعى أن يأتي بمثله. ولهذا قال: ممن افترى على الله كذبا، ثم قال: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فالمفتري للكذب. والقائل أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء من جملة الاسم الأول، قد قرن به الاسم الآخر. فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة، وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة، فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم كمسيلمة الكذاب وأمثاله. وهذه هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام، لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيرا له من رأي أو كشف أو نحو ذلك. ثم بين الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الضالين وأشباههم هم أولى بوصف الحشوية من أهل السنة والجماعة، بل هم المستحقون لهذا الوصف لا أهل السنة. قال رحمه الله: فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم أهل السنة حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه، وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق، فإن نبذهم بالحشوية إن كان لأنهم يروون الأحاديث بلا تمييز، فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل لا يعلم بطلانه، وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من هم من أجهل الخلق وأكفرهم. وأتباع هؤلاء أهل السنة هم عمار المساجد بالصلوات، وأهل الذكر والدعوات، وحجاج البيت العتيق، والمجاهدون في سبيل الله، وأهل الصدق والأمانة، وكل خير في العالم. قد تبين لك أنهم أحق الناس بوجوه الذم أي أهل الكلام، وأن هؤلاء أبعد عنها، وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. وأيضا فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به أيهما أحق، وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة، وأن علامة الزنادقة
تسميتهم لأهل الحديث حشوية. من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يعرفونه الذين يقرونه على ظاهره، وكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك كالقرامطة ثم الفلاسفة ثم المعتزلة، فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك، ومن قال بالصفات العقلية مثل العلم والقدرة دون الخبرية ونحو ذلك سمى مثبتة الصفات الخبرية حشوية، كما قال أبو حامد كما قال أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي ونحوهما، وهؤلاء يعيبون منازعهم إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه، أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول عندهم من مذهب الحشو لأنها مسائل علمية، والحديث لا يفيد اليقين ولا يفيد ذلك عندهم، لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو، لأن النصوص لا تفي بذلك في زعمهم. فالأمر عندهم راجع إلى أحد أمرين، إما ريب في الإسناد أو في المتن، إما لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله كأخبار الآحاد ويجعلون مقتضاها العلم، وإما لأنهم يجعلون ما فهموه من اللفظ معلوما وليس هو بمعلوم لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال عندهم. ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلم بما بعث الله به رسوله، تارة يقول لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول، ومتى انتهى العلم بقولهم أو بمعناه لم يستفد من جهتهم علم، فيتمكن بعد ذلك أن يقول من المقالات وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء، لأنه قد وكل ثغرها بذينك الدافعين لجنود الرسول عنه الطاعنين لمن احتج بها، وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة. وإن كان يقر بتعظيمهم وكمالهم إقرار من لا يتلقى من جهتهم علما، فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي السكة والخطبة رسما ولفظا كتابة وقولا من غير أن يكون له أمر أو نهي مطاع، فله صورة الإمامة بما جعل له من السكة والخطبة وليس له حقيقتها. وهذا القدر وإن كان استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء عن القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة، كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وعجزه، فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها موجبا لصلاح الدين، ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله ويقدم علمه وقوله على علم الرسول وقوله، ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية ويدعي أن ذلك من كمال الدين وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك، وأحسن أحواله أن يدعي أن الرسول كان عالما بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفهومه، وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوهم، وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين، وهذا هو الواقع منهم، فإن المتفلسفة تقول إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها يفسد الناس ولا تحتمل عقولهم ذلك، ثم قد يقولون إنهم أي الرسل عرفوها، وقد يقول بعضهم لم يعرفوها. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.